يمكن أن تجد منفتحا على الحياة والأحياء إلا وهو قريب من الله، علم أم لم يعلم، قد يكون عند نفسه ملحدا أو لا أدريا. أنت رجل رباني وأنت لا تدري يا حبيبي، ولا تجد رجلا منغلقا دون الحياة والأحياء إلا وهو تقريبا ضعيف، إن لم يكن مبتوت الصلة بالله، وإن كان علما من أعلام دينه، قسيسا كبيرا رابيا عظيما شيخا علامة، تقريبا لا علاقة له بالله المسكين. هذا الذي ينبغي أن نفهمه. فبدنا اليوم نكمل درس اليوم والخطة هذه بعون الله في موضوع الانفتاح على الله تبارك وتعالى، لكن بعد أن نفرغ من البقية بسيطة تتعلق بالانفتاح على الخلق وعلى الناس، والعلاقة جدلية كما قلت بين الاثنين. إذا انفتحت على الله تترجم انفتاحا أو مزيد انفتاح على إيش؟ على عباد الله. حتما هي كذلك، حتما، وهذا معيار قوي تعير به تدينك، تعرف حالك، هل أنت في ازدياد من التدين أم في تراجع؟ بعض الناس يقول لك حين كنت شاباً كنت أكثر سماحة، أكثر محبة، أكثر تعلقاً بالناس، أكثر اهتماماً بهم، أكثر كرماً، أكثر عطاءً، أكثر غفراناً، كنت أكثر تديناً، كنت أقرب إلى الله. وأنت الآن في الأربعين أو في السبعين أو في الثمانين تراجعت فيك هذه الخصال والخلال، إذن أنت إيش؟ أبعد من الله للأسف الشديد، وإن ظننت عكس ذلك، وإن ظننت عكس ذلك. مش المعيار فقط الحسنات والسيئات بالمعنى المحصور البسيط، انه الفواحش او الفرائض هذه مهمه طبعا بلا شك، لا في معايير لسه اعمق وادل على ماذا؟ على معنى التحقق باسرار العباده واسرار القرب من الله اللي تحقق بها تترجم في هذه الاشياء. ايها الاخوه، الطفل الصغير مثلا، لماذا تلاحظ دائما أن الطفل الصغير سبحان الله العظيم، يعني أنا في حسرة في حياتي وأعتقد حسرة في حياة كل واحد منكم والله العظيم، مرات أحب أن أنتهي من هذه الدنيا وأن أصير في الآخرة لكي أستعيد هذه المشاعر التي أورثتني الحسرة. كيف تلقيت الحياة؟ كيف تلقيت أشياء الحياة، مفردات الحياة وأنا صغير؟ لم أعد أستطيع أن أفعل هذا بنفس القوة والعمق والطزاجة، مستحيل. القمر لم يعد ذلك القمر، قمري وأنا صغير ابن سنتين لا سبع سنين، ليس هذا القمر الذي أراه 50 سنة، ليس هذا القمر، القمر كان شيئا مختلفا تماما. النجوم كانت نجوما أخرى غير هذه النجوم، الصوت الجميل سواء في أغنية أو في القرآن كان أيضا مختلفا عن الأصوات الصيطة الجميلة التي أسمعه الآن، طعم البطيخ، رائحة البطيخ، حتى منظر البطيخ أو شقحة البطيخ شيء يعجزني هذا، تخيل، كلما تذكرته أشياء كثيرة هكذا. طب لماذا؟ لماذا؟ لماذا يخبر الأطفال الحياة ومفردات الحياة بتزاهج وبعمق وبلذة تورثهم بعد ذلك كلما تذكروا الحسرة، من حيث أنهم لا يعودون قادرين على أن يستعيدوا مثل هذه التجارب، ما بيقدر، نفسه مش قادر. تعرف لماذا؟ ببساطة لأن الطفل كان يتلقى العالم بانفتاح، فاتح كل أبواب كيانه بالكامل، ما في عنده تحفظ، كل أبواب كيانه ومن غير فلاتر ومن غير مرشحات. ما هي الفلاتر؟ ما هي المرشحات؟ ما هي النماذج الجاهزة؟ المنشطات الناجزة؟ الثقافة والنظرية والعادات والتقاليد والحلال والحرام وكذا ويجوز ولا يجوز والعيب وكذا، هذه كلها فلاتر مرشحات توضع واحدة إثر الأخرى إثر الأخرى إثر الأخرى، يغدو العالم شيئا آخر جامدا لا نبض فيه، لا حياة أبدا، كأنها كأنها كانت حركة حقيقية ثم أصبحت صورة من حركة. نحن الآن نعيش عالم الصور مش العالم الحي، انتبه، هذا اللي حصل معنا. والثقافة ما شاء الله، الثقافة المجتمعية كفيلة أن تفعل هذا. الطفل الصغير يحسن يفرق بين غني وفقير؟ أبدا أبدا، يقبل على البشر بحسب ما ما تهفو روحه إليهم. فربما شعر بالإزرار عن غني كبير شريف، وأقبل على على درويش مجذوب تفوح منه رائحة نتنة. لماذا؟ لأن الطفل بروحه
غير مفلترة يدرك أن هذه روح طاهرة طيبة، وأن هذه روح خبيثة لعينة. هذا اللابس متقروط وجايب كذا بأفخم السيارات وعنده حراسة كذا كذا، هذا تلاقيه في آخر سنة من عمره تسبب ربما في قطع رزق 30 أسرة 40 أسرة، عشان يزيد إيش الحساب عنده، يعظم مرابحه وعنده الملايين أو الملايير. شخصية قبيحة كريهة جدا، صحيح؟ شيطان، شيطان في مسلاخ إنسان. لكن هذا الفقير المجدوب المسكين إنسان حقيقي، إنسان إلهي، إنسان رباني كما خلقه الله تبارك وتعالى. أكثر من هذا، أكثر من هذا، الطفل قادر أيها الإخوة أن يخوض الحياة تخيليا أكثر من الكبار. يعني الطفل فنان أكثر من الكبير. هتقولوا الفنان، لا، الفنان طفل، انتبه. كل الفنانين العظام، كل الفنانين الكبار هم أطفال لا يزالون. فشلت الحياة وهذه الفلاتر وهذه النظريات في إيه؟ في سلبهم طفولتهم، ظلوا أطفالاً، ظلوا أطفال، لذلك ظلوا فنانين مبدعين، ظلوا فنانين مبدعين. الطفل فنان بطبيعته، الطفل فنان بطبيعته، ويعيش حالات متخيلة كثيرة، معظم لذته لا تأتي من وقائع الصلبة، إنما من ماذا؟ مما يضيف عليها من بهارات الخيال والتوهم. الطفل يأخذ العصا على أنها ماذا؟ فرس، فرس مجنح، ويركبها كذا ويشعر أنه وصل النجوم ويخاطب الشمس وكذا، ويعيش لذة غير عادية. على فكرة الطفل هو الذي يلعب، نحن لا نعرف نلعب. كل لعبة لابد لها من إدارة وتخطيط وتحكيم ووضع برنامج، ليست لعبة. الطفل لا ينظر للعبة، الطفل لا يعرف كيف يلعب، يعرف ماذا؟ الطفل يلعب وكفى، مش يعرف يلعب، هو يلعب وكفى. الطفل يلعب وكفى، لذلك يمتلئ شعورا بالحياة وتلذاذا بها لأنه يلعب. الكبار لا يلعبون، يخططون ليلعبوا، في الأخير إيه؟ يجدون أنهم إيش؟ يخططون لا يلعبون ولا يعرفون كيف إيه. ولذلك نحن لا نعرف حتى كيف نعيش، نظن أننا إيه نعيش، لا نعرف كيف نعيش. ربما أفضيت إليكم أو بعض أحبتي مرة بسر صغير من أسرار حياتي البسيطة، وهو ماذا؟ أعتقد هذا السر، يعني إذا أي إنسان حاول أن يجربه في حياته، أن يعيشه، سيعطيه مرونة أكبر وقدرة على استقطار السعادة بطريقة نادرة، حقيقة نادرة جدا. ما هي؟ وأفعل هذا بفضل الله بين الفينة والفينة، أشعر أنه يعمقني وينوعني ويعطيني مرونة زائدة دائما، ولذة لا يمكن، ما عندي قدرة لغوية لكي أصورها بها، اللذة التي هي أتحصل عليها. كيف؟ ماذا أفعل؟ بكل بساطة، وأنا جالس وحدي أو حتى أقود سيارتي، مرات حصل أنا أعيش حيوات كثير جدا لبشر آخرين في أزمان مختلفة، في عصور قديمة، في عصور وسيطة إسلامية ومسيحية أوروبية، وفي عصور حديثة. أعيش حياة غنية يتمتع في ظل وارف من النعمة والرفع، وأعيش حياة فقير مطلب معدم، أعيش حياة عالم أو فيلسوف كبير أو عارف بالله خطير، وأعيش حياة لا أدري أو شكوكي أو إنسان ضائع عبثي عدمي. أعيش ما شئت من هذه النماذج، أتقمصها كأنني أنا ذلك الشخص في ذلك الزمن في هذه الحالة، أعيشها للحظات ثم أعود إلى ما أنا فيه لأدرك الفارق. نوع من اللذة أكبر مما يعطيك إياه أن تقرأ رواية عظيمة للأدباء الروائيين العظام، أعظم مرحلة متقدمة شوية، ودائما يعني في نهاية المطاف كأنني فعلا أعيش حيوات كثيرة، تصبح عندي خبرة متنوعة وعميقة من جوانب كثيرة جدا تقمصيا. العجيب أنني من فترة قريبة لم أكن أعرف هذا، وأنا أقرأ في حياة الأديب الفرنسي العظيم بلزاك، أونري بلزاك، بلزاك في فترة من فترات حياته كان يعيش في منزل قميء جدا جدا وتفوح منه رائحة الرطوبة، بيت فقير، مع أن وضع أبيه كان لا بأس به إلى حد ما، لكنه أراد أن يستقل ويمارس فن الرواية، يكتب الرواية والقصة. حين كان يأتيه بعض أضيافه كذا، الرجل يعيش في قصر،
الرجل يعيش كمن يعيش في قصر حقيقي. أين القصر؟ تعيش في بيت قميء جدا. يفعل هذا تخيليا بقوة الوهم، لذلك هو روائي عظيم. ولاحظوا أنه جدران إيه؟ الغرفة التي يعيش فيها، الغرفة القميئة هذه المهترئة المتداعية، مكتوب بقلم الرصاص على جدار منها لوحة كذا، مايكل أنجلو، هنا مثلا لوحة إيه؟ لا جوكندا، ليوناردو دافينشي، بقلم الرصاص. وفعلا يتعامل على أن إيه؟ أن بيته هذا القصر اللوفري فيه هذه اللوحات الفخمة، ويتعاطى معها ويستلهمها لشحذ ذائقته، تخيل، ودغدغة عواطفه. نوع أيضا من القدرة التخيلية، نوع من أيضا من القدرة إيه؟ التخيلية. عجيب. إذا هؤلاء الناس فعلا أثروا الحياة، معظمهم عاشوا وماتوا فقراء، لكن أكسبوا حياتنا غنى وخصبا. فعلا كان ستكون الحياة أقرب إلى الفقر بغيرهم على أنهم هم الفقراء. ومش بس بلزاك، كثيرون من رؤي العظام كانوا هكذا، وعاشوا وماتوا على خط الفقر والحرمان والمرض والمعاناة، كثيرون مش الكل، ومع ذلك أغنوا حياتنا بهذه القدرة. ولذلك أمامنا فرصة حين ننفتح عن الحياة، حين ننفتح على الحياة، دائما أن نكون راضين وبسامين ومرحبين، نتلقاها بالترحاب الغامر إن شاء الله تعالى. لماذا؟ مثل ما قال أعتقد الشاعر مصطفى الحمامي، إن لم تخن الذاكرة، من قديم هذه القصيدة المشهورة جدا، حين قال إيه؟ وترى الشوك فوق الورود وتعمى، أن ترى فوق الندى الإكليلة. شوف الوردة بس فيها شوك، ممكن تشوف حتى هذا الشوك بمثابة إكليل في ساعات الضحى أو الصباح الباكر مثلا. ليش ترى الأشياء تأخذها دائما من زاوية إيه؟ من زاوية سلبية، من زاوية ساخطة، ما عندكش حالة الرضا، حالة الإفعام والإنفعام بالحياة وجمالها. هؤلاء لم يتحصروا على شيء، وعاشوا بقوة الوهم والخيال، وتصبح الحياة جميلة، تصبح الحياة جميلة. تعرف ما الذي يمكن الإنسان أن يفعل هذا؟ أن الله تبارك وتعالى جاد عليه ومنحه روحا تقريبا لا تعرف الحدود. الطموح الإنساني ليس له حدود، الطموح البشري ليس له حدود، لا يقف لا عند النجوم ولا ما وراء النجوم، لا إله إلا الله. حقيقة الطموح الإنساني أنه طموح ينشد الله تبارك وتعالى، علم أم لم يعلم، ولذلك هو لا حدود له، لأن الله لا حدود له، الله هو المطلق، وإحنا فينا إيه؟ من روح الله، لذلك ننشد. هذا أيضا سر إيه؟ سر عذاباتنا وآلامنا وإنسحاقاتنا. إيش هو؟ أننا بطموح يتجاوز العوالم، ومع ذلك هذا مكبوت في حدود بدن، والاهتمامات كلها تقريبا تدور على البدن وإيه؟ وحاجاته الضئيلة. صح؟ على البدن. معظم الناس هيك، معظم الناس أهم شيء عنده البدن، حالته الصحية، وضع شعره، وضع بطنه، وضع قوامه، وضع مش عارف إيه، هذا هو. أنت عايش عشان هيك، ويفتخر بهذا ويبرز هذا للناس ويشتغل عليه ويدفع فلوس وليل نهار وحارم حاله. لا يا رجل، أنت طموحاتك تتجاوز الأكوان مش الأبدان، وهذا التراب هذا كله شغل أكبر من هيك بكثير. وممكن تتواصل إيه؟ مع رب العزة نفسه، لا إله إلا هو، مع اللامتناهي، مع المطلق، ومع ذلك أنت منغنق إيه؟ إزاء إخوانك البشر، مش قادر تنفتح عليهم. طبعا شوف، معظم الأزواج بعيش وبموت وهو غير منفتح على زوجته، وهي غير منفتح على زوجها، غير منفتح على أولاده، هم غير منفتحين أيضا إيه؟ على أبيهم. اقرأ إن شئت مثلا رسالة إلى الوالد لفرانس كافكا، تدمي القلب. هي مش رسالة، كتابة حوالي 90 صفحة، تدمي القلب، مؤلمة جدا. وأنا أدعو كل أب أن يقرأ هذه الرسالة لكافكا إلى أبيه. رسالة طبعا هي لم تصل إلى أبيه للأسف الشديد، هو أوصى أن تصل إلى أبيه لكي يقرأها أبوه. وفي نهاية المطاف فيها رسالة أليمة، أنك لست كما تظن، لست الأب المثالي، ولست الأب إيه؟ الذي يعني أوفى الغاية في أداء وإنجاز إيه؟ مهامه المنوطة به، وأنني في نهاية المطاف لم أكن إيه؟ ابنا جامدا أو عاقا بقدر ما كان لي الحق في أن أكرهك، لأنك لم تفهمني ولم تنفتح علي، وكنت صر دائما أن تضع نماذجك الجاهزة بيني وبينك، وأن تحكمها على أنها إيه؟ نهاية المراد وذوب الحكمة،
هذه ملخص 90 صفحة اقرأوا، موجود مطبوع ضمن الأعمال الكاملة في المجلد الأول. آخر شيء في المجلد الأول رسالة إلى الوالد، أليمة هذه الرسالة، أليمة جدا. والده لكافكا ليس حالة أي بدعية، ليس حالة أي شاذة، معظم الوالدين هكذا، معظم الآباء هكذا، منغلقون على أنفسهم بإزاء أبنائهم، منغلقون. وهذا للأسف الشديد يرسم طريقة للعيش غير مثالية وغير مريحة بالمرة للأبناء. هذا الذي حطم كيف حاله وخلاه أديبا تشاؤميا، خلاه إيه؟ قصاصا تشاؤميا بالغ التشاؤم مسكين والمرارة. ومات أيضا في شبابه في 40 من عمره. لكن في المقابل بتشوف واحد مثلا إيه؟ تشيخوف مات في 44، هذا 41، هذا نموذج مختلف تماما. كان منفتحا على الحياة، منفتحا على كل شيء، ومات بالسل الذي مات به برضو إيه كافكا، توبركلوزس، مات بالسل، لكنه مات راضيا وسعيدا. وآخر شيء أنجزه في حياته أنه استل ضحكة حقيقية من قلب زوجته، قال وهو يجود في نفسه ينادي يحتضر، سأحكي لك قصة. قالت له في هذه الحالة، قال بس اسمعي سأحكي لك قصة. حكى لها القصة التي صدمتها بمفارقتها في آخرها، فانطلقت تضحك وهو يضحك، وبعد قليل أغمض عيني وإذا هو ميت. شخصية جميلة تشيخوف، يعني تخسر كثيرا إذا لم تقرأ أعمال هذا الرجل، أعظم من كتب القصة القصيرة في تاريخ البشرية، في التاريخ كله، في بشري، ما في كائن بشري كتب القصة القصيرة كما كتبها الطبيب الأديب الشاعر، هو شاعر بمعنى ما تشيخوف. ممكن نماذج مختلفة في هذه الحياة، لكن الذي يفلح أن ينفتح أكثر. لذلك أنت حينك تقرأ كافكا وتقرأ تشيخوف بشكل عام ستجد أن أنطون أقرب إليك بكثير من فرانس بكثير، وتود أن تكون مكانه، وتود أن تكون نموذجا منه أيضا، ومش نموذج من فرانس المعذب المحطم المنسحق بسبب أبي وربما بسبب ظروف أخرى، لكن أبوه سبب رئيس حسب ما يظهر من كتابي هذا. فالانفتاح على البشر يا أخواني يجب أن نتعلمه أصلا منا حين كنا صغارا، من الأطفال، نتعلم من الأطفال الصغار كيف ينفتحون. الطفل يستطيع أن يقدر الحقائق، الحقائق الغامضة جدا في البشر أكثر من الكبار، يستطيع أن يعرف من هو الطيب من هو الخبيث، من هو الصادق من هو الكاذب، من هو الذي يوثق به ومن هو غير جدير بالثقة. الطفل يعرف هذا. الكبار ينخدعون، لماذا؟ لأنهم يأتون بنماذجهم الجاهزة التي يتحفظونها. بدي أحكي شيء كثير حكيته بس بدي أحكي كمان مرة علشان أشفي نفسي منه. العرب المعاصرون عموما وبين قوسين أنا بقول بصراحة وبدي أقولها على المنبر كمان، أكثر من ساهم في هذا هم دعاة الإسلامية، يعني الفكر الديني، الفكر الديني. تعال شوف أنت العرب المعاصرين أدباء مفكرين غير إسلاميين، عندهم عمق، عندهم جمال، فهم الحياة، عندهم خبرة في الحياة، وعندهم تواضع أن يتعلموا من مدرسة الحياة. وهذا هو الجميل في أدبهم على فكرة، في شعرهم وقصيصهم ورواياتهم وتحليلاتهم ودراساتهم النقدية. لا تجد شيئا قريبا حتى من هذا لدى الإسلاميين، شيء مؤلم جدا جدا جدا. تجد ماذا؟ الأجوبة الجاهزة والنماذج الجاهزة والتنظيرات الناجزة فقط. لا تجد حتى مجال للسؤال، كل سؤال له جواب، كل سؤال له بظنه قال، هم مش عارفين شيء. ولذلك العالم هنا عالم جامد، عالم من ورق، عالم من ورق، ليس عالم من أحياء، ليس عالم من بشر، ليس عالما من بشر إطلاقا. ولذلك المنتوج النهائي في الأخير، المحصلة، أناس فقيرو الأرواح، أرواح فقيرة، عواطف فقيرة، عمق فلسفي فقير في فهم الحياة والدين والإنسان والنفس، كارثة كبيرة. لذلك حين تأتي الفرصة المناسبة ما في أي استغراب أن ترى الوحوش التي تقتل وتذبح وتفجر في المساجد، في المساجد يفعلون هذا، وتأكل القلوب وتأكل الأكباد وتكبر، وتظن أنها أولى بالله وأدنى إلى الله، وهي أبعد ما يكون عن الله. النبي قال من لا يرحم لا يرحم.
لم يشترط، صلى لم يصلي، حج لم يحج، هذا شيء آخر، عنده حساب آخر. ممكن البعيد أنه يصلي ويصوم ويحج ويعتمر وحافظ كل كتب الستة أو القرآن بالقراءات الـ14، لكن ما في عنده رحمة، رحمة حقيقية ما عنده. النبي أكد لك لا يرحم، لن يرحمه الله، وسيعامله بحسب ضيقه. تعرف ليه؟ لأنه من حيثية أنه لا يرحم واضح أنه لم يكن إيه متصلا بالله، مستحيل. لو اتصل بالله تبارك وتعالى، شوف أقول لك شيء، الأطفال الصغار، هل حتى تجد أي طفل صغير، ذكرت مرة هنا أنه من الأشياء الغير مفهومة عند الملاحدة بالذات، لابد أن تكون غير مفهومة عندنا كمان بدرجة أقل، كيف يمكن للطفل يتقبل فكرة الله أصلا؟ هذه فكرة ضخمة هائلة جدا جدا جدا، فكرة أرقت الفلاسفة والعلماء والمفكرين واللاهوتيين، صحيح؟ الطفل يتقبلها بسواغية وسهولة عجيبة. مين فعل؟ يقول الله، الله خلقنا، خلق السماوات، خلق الأرض، يتقبل، ثم يبدأ يسأل عن الماهية، يظن أن لله ماهية عاد تتعلق بحدوده وقدراته وشكله وكذا، تبوينه وتموضعه كذا، بدقيس. لكن الفكرة نفسها مقبولة عند الطفل طبعا، لأنه نهاية الطفل هو روح إلهية، نفخت فيه من روحي، مؤهلة أن تتعاطى مع هذا المستوى، صحيح؟ مؤهلة. وما عدا ذلك رتوش وإضافات بعد ذلك، رتوش وإضافات.